هذا مدير. اللهجة المغربية يقولون الحوت والخليج يقولون السمكة، إنما أي كلمة هي صحيحة باللغة العربية الفصحى؟ كلمة السمكة أم الحوت؟ أي لهجة هي العربية الفصيحة الصحيحة أكثر؟ بسرعة جاوبوني. لاحظ المذيع بدأ سباق لهجوي للعروبة، ونركز على كلمة السباق. يعني شنو؟ يعني الناس راح تستعجل ومهي مركزة، تراها ترى الناس بتدفش. وهو لما سوى هذا السباق هو مو شرير، هو نشط ذهن الناس، خلاهم يهتمون باللغة العربية. بالعكس حركة حلوة انه خلى الناس يهتمون، بس للأسف ترى المسألة سباق، وهو مجبور لانه محتوى فيديو تلفزيوني لازم يكون فيه سرعة، مو مكتبة، هذا تلفزيون. تفضل يا مذيع كمل. كلمة الحوت هي الموجودة بالقرآن، وكلمة السمكة غير موجودة بالقرآن، يعني خلاص بالضرورة كلمة سمكة مستحيل تكون عربية نهائيا. اعتمد المذيع على فهم خاطئ، وهو بأن أي كلمة عربية ليست موجودة بالقرآن الكريم ينبغي طردها من اللغة العربية الفصحى، وهذا خطأ. كمثل كلمة القهوة التي كانت تعني الخمر، نوعا من أنواع الخمر، فمن قهى عن الأكل امتنع، فكان أي شراب قوي ولاذع ويحسسك بشبع أو بامتناع عن الأكل كانوا العرب يسمونه القهوة. وبعد تحريم الخمر ولم يبقى إلا نبات البن، وصف العرب هذا الإحساس بالقهوة نفسه، ومما أدى إلى سنين كثيرة من فتاوي تحريم شراب البن ألا وهو القهوة الآن. القهوة كلمة غير موجودة بالقرآن الكريم، فهل نطردها يا المذيع؟ لا 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 أخوي، مو لازم خلاص. ولكن كلمة السمكة مو موجودة باللغة العربية نهائيا، ولكن موجودة كلمة تشبهها باللغة السواحلية الأفريقية، وهي لغة قريبة علينا جغرافيا ولغة قديمة. خلاص كلمة السمكة أكيد 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 يكون أصلها السواحلي فقط لا غير. طيب قبل أتكمل يا المذيع، بس في المغرب يقولون الحوت؟ بالمغرب فقط لا غير. هذا كله استعجال لأن دخلتنا في حالة سباق. في الخليج في مناطق يسمون السمك حوت، وكذلك في من يسمي السمكة سمكة، كما في حال لسان العرب. معجم قديم جدا وطاعن في التاريخ حوى كلمة السمكة والحوت، فالعربية تسع لاثنتين. أما السواحلية اسمها بكبره عربي، وهي كلمة نشأت بعد تواصل العرب مع الجانب الأفريقي، وأول خط لها كان عربي. وهنالك احتمال بأن كلمة السمك أتت من كلمة سماكو الأكادية. ماذا تعني في اللغة الأكادية سماكو؟ سماكو تعني في الأكادية سد قناة، وكذلك يحرك وينقل. إذن ثمة احتمال بأنها من طرق صيد السمك. وأما بالسومرية فنجد سماه، والتي هجئت بهذه الشاكلة تعني شبكة صيد السمك. إذن جذر السين والميم موجودان في أشياء تتعلق بقنوات مياه وشبكات صيد السمك، بلغتين قريبتين للغة العربية وعمرها آلاف السنين. فمن الوارد جدا تغذيتهما للعربية، كحال تغذية العربية جنوبا من لغات قديمة كما الصنعانية والحميرية وغيرها من لغات الجنوب. فالعربية ما سر عظمتها؟ ما سر غزارة كلمات العربية؟ بأنها حوت من مصبين شمالي وجنوبي، شتاء وصيف، اليمن، وإلى مسار الشمال بشكل عام، يحوي في ذلك فلسطين وسوريا والعراق، والمصب المحقان المحقن القمع الحجاز. فقننت العربية بالقرآن الكريم وحوت هذا كله. يا
شكرا لحسن المشاهدة. وعلى عجالة، عادة السين تفيد استقامة في نبرتها الحسية العصبية، وكذلك الميم تجدها في كلمات ذات إحساس لملمة، هذه ليست ضرورة إنما إحساس. فالسين مسار وسداد واستقام وسير وسهم وسداد، فهي فيها إحساس، لأن اللغات تنشأ بأحاسيس عصبية لإنتاجنا للكلمة نتناغم مع معناها. فالسين نتناغم معها عصبيا بالاستقامة غالبا وليس دائما. أما الميم ففيها لملمة، كما الأمومة ولم لم لم الشمل مثلا. فالميم فيها إحساس بمسك باحتضان نوعا ما، هذا شيء عصبي حسي فقط لغير، لأن اللغات تنتج بالأعصاب التي تحرك ألسنتنا والشفتين والحنجرة وكل ما نستخدمه لإنتاج الكلمات، فهو تناغم عصبي مع مزاج إحساس الكلمة. شكرا لحسن المشاهدة من جديد، تفضلوا بمجموعتنا بالتليجرام.